I've been fucking lost and popping pills, man. I feel it's like a rockstar. هتفطرنا ولا ايه؟ لا بس احنا معانا كوبايتين، أول حاجة هنعملها إن كوبايتين. أنا اتغرقت هضربك. ما تخافش. بجد؟ والله بإيدك أنت مش بإيدي. إيه؟ أنت هتشوف. أيوة غرقتي؟ بصوا أنا مش مليانة للآخر عشان هو ما يتغرقش زي ما هما بيقولوا. ليه؟ إيه اللي فطر ده كده مش الآخر؟ والله كده مال الآخر. طب ما أنت كوبايتك أقل. ممكن ما ماشي. اعمل اللي انت عايزه. ماشي بص اول حاجه هتعملها تحط ايدك الاثنين كده هنا في النص كده ميل ايدك دي تمام اوكي. اول حاجه ان احنا هنعمل الكوبايات دي كده لازم تثبت. مش هتثبت. هتثبت. ما انا حاطه دخلي دي شمال كده دخليها اه كده اوكي ما تخليهاش تقع لو وقعت انا هناك كده عرفت من يوم. انت اسمي حدي انا مالي. طبعا هو ما يعرفش ايه اللي في الشنطه تمام. ده ميك اب. ليه بقى؟ نقول ليه؟ لان ده مقلب تالت في نفس الفيديو. على الله كوبايه تقع. انت هتعملي ايه؟ ما تتحركش. لا 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 ما تتحركش. ما تتحركش مش مهم. لا ايه اللي مش مهم؟ ما تتحركش. ما ينفعش تتحرك. لا 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 اثبت. لا 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 والله ابدا. اهم حاجه الثبات. ثاني ما تجيش في البق بطلع عبا. ما تجيش في البق. حطي لي ميك اب في عيني. ماشي ستي بعيدي. حطي لا يا عبد الله. لا ايه الغش ده؟ لا لا والله. على كده. ايه؟ متفقناش على كده. ما هو مش بالاتفاق ده مقلب. حطي ايدك وهوص كل ده وربنا. كده يا جماعه تالت مقلب. وايه وفي نفس اللحظه يا جماعه يعني ما بضيعش وقت. حرام عليك الميه اتدلقت جوه العين. صباح الخير عاملين ايه؟ وحشني جدا 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 جدا. جدا. بصوا بقى يا جماعه انا لسه يا جماعه دلوقتي مخلصه مقلب قمر قمر لسه اصلا يا جماعه صاحيين بس هو كان قايل لي اصلا تعالي نقوم نعمل فيديو تحدي ومش عارفه ايه وقلت انا استغل الموقف وكده كده اقوم بقى اغير هدومي واعمل فيه هو المقلب. ايه هو يا جماعه؟ عملت فيه يا جماعه ان انا ايه؟ لا انتوا لازم تكملوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا انا عملت فيه ايه. المهم كده هيشوفوا من العلم. جماعه يا جماعه والله العظيم طلع يا ريان يا جماعه والله العظيم ده انت عيل مدهول. مدهول ايه يا جماعه؟ ده انتوا ما بتذكروني يا جماعه بعد ما عملت بيه المقلب يا عيني ساب عليا. لا محدش يعمل لها لايك لان هي طول ما انتوا والله بتوصلوا الفيديوهات بتاعتها 100,000 لايك فهي هتفضل تعمل مقلب. انا عايز اقول لكم يا جماعه انا دلوقتي هعمل فيه مقلب تاني. دلوقتي؟ حالا. خفت. شفت كده ما تخافش. دلوقتي ما احنا بنصور. اه بس كده. والله عايز هلعب معاك لعبه. اه بس تعالى خبشي. بص يا جماعه استنى هجيب ازازه ميه القهوه. ليه؟ هعمل في حركات سحريه والله. سحريه يا ده غرقيني والمسنين هيتبهدل. وحياة ربنا قوي. بصوا بقى يا جماعه دلوقتي احنا معانا ازازه ميه تمام؟ تقدر تفتح الازازه من غير ما تفتح اللغطه؟ يعني يعني تفتح الازازه من غير ما تفتح اللغطه؟ اه طب اعملها. من غير ما تلعب بالغطا. هتبص هنا كده؟ اه. ازاي؟ مش هتعرف. اه شفت بقى؟ انت تعرفي؟ اه طبعا. ليه ده؟ والله هعرف بس تعالى ادي. بص يا جماعه انا اصلا مش هفتح الغطا سيب ايدك انا بس اوريدي هي اهي. ايوه طب لا التليفون التليفون بقى نزلت الميه اه عارفين يا جدعان الميه دي تمام والله ولا حد سايق حلو بجد؟ لا مش حلو قوي.
المايه بتزحلق الواحد. ها بص يا جماعه اتزحلقت، انت كنت هقع. يلا شوفوا يلا المقلب التاني وقولوا رايكم خلاص. انا بحبك يا حبيبي. عبدو تعال بسرعة. مالي؟ تعال. مالك في ايه؟ ايه دي؟ بطني وجعاني قوي. ايه؟ مش قادرة. ايه؟ شربت حاجة ولا أكلت حاجة؟ ايه ما انا صايمة. صح. انت افطري طيب، افطري. لا. افطري عشان والله غلط الصيام. بطني قوي وجعاني قوي. كلمي الدكتورة اسأليها. ايه؟ كلمي الدكتورة وهي هتقولي تفطري والله. بطني بتتقطع يا عم مش قادرة. هجيب لك حاجة تشربيها؟ بقول لك صايمة. لا افطري. لا لا مش هفطر. يا بنتي غلط. لا يا عم. ايه؟ طب فين؟ هاتي. استني. فين على الدكتورة؟ أنا خايفة أكون بسقط. بطني وجعاني قوي. استني حاجة. مش هشرب، انا صايمه. مش يا ست ما غلط عليك. لا شرب عشان لا والنبي. لا لا عليك، لا عليك. فاضي كام ساعه؟ طب رد على الدكتوره. ما انت تعبانه. انت بتزعلني ليه؟ هو انت ليه بتزعلني لوحدي؟ بقول لك افطري اشربي اشربي. لا بقى عوضيني عادي، عوضي جن عوضي شرب. انا مش قادره افطر معاكي ولا عوضي شرب. انت بتتكلمني، انت بتتلزع عشان تفطر. انت بتتلكي والله. انا زي ما انا مش قادرة. انا جسمي سخنة قوي والله. طيب انا وانتي انت اللي عجبتني انت السبب.